موريلو. دي روسي، حسين خرجة فوق عليه، زانيتي ترجع لحسين خرجة، انطلق زانيتي هيلة من عنده، زانيتي واصل تبقى عنده الكرة، عمره 37 سنة يا ناس هذا زانيتي، يوصلها لإيتو، إيتو إيتو، الحارس إيتو وزانيتي وكم بيصول، جول جول، كم بيصول الهدف الخامس وانتهى الأمر. والإنتر ولكن الصعب كم هو جميل، الصعب كم هو جميل. مستوى الشوط الثاني لم يكن في مستوى الشوط الأول، ولكنه كان مثيرا وجميلا ورائعا، والأهداف التي سجلناها كلها رائعة، 9 أهداف شاهدناها، خلونا نحسب 8 أهداف. كانت النتيجة 4-3 ثم صارت 5-3. ليست مباراة في كرة اليد، وليست مباراة بين فريق قوي وآخر ضعيف، ولكنها وليست مباراة في أي دوري، ولكن في الدوري الإيطالي 5-3 لصالح الإنتر أمام لاروما. من لم يشاهد المباراة وتقول له بأن المباراة انتهت 5-3 لا يصدق.